السمعين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب. احنا وقفنا عند الآية رقم 22 اللي بتقول بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية. في العبرانيين إصحاح 12 زي ما بدينا الإصحاح ابتدى يعرفنا أن لينا سحابة من الشهود مقدار هذه، وابتدى يقول لنا أن السحابة من الشهود دي هتساعدكم فتقدروا تطرحوا ثقل الخطية بسهولة. أن كل ما إحنا عندنا ناس عاشوا في الإيمان وسبقونا للسماء، الناس دي مش سايبانا لكن بتصلي عننا، وكل ما بنطلب من عونتهم بنلاقيهم إيه؟ إن هن معانا. وابتدى يقول لهم أنتوا ما جيتوش شفتوا إن الجبل مدخن وجيتوا لقيتوا إن النار عمالة تشتعل وإن سحاب ودخان ونار، ولكن جيتم إلى إيه بقى؟ أتيتم إلى جبل صهيون. جبل صهيون ده اللي هو مسكن الله مع الناس، وإلى مدينة الله الحي أورشليم. بس بقى مش الأرضية أورشليم الإيه؟ لأن إحنا قلنا إن كان ملك سليم ده عمل مدينة أورشليم، بس أورشليم الإيه؟ اللي في الأرض، ولكن أورشليم السماوية اللي صنعها وبارئها الله، هو اللي صنعها وعشان تبقى مسكن الله مع الناس. وشفنا اللي فيكم كان معانا في سفر الرؤيا يقولوا رأيتم مدينة الله أورشليم نازلة من السماء كعروسة مزينة إلى رجلها. ليه بقى؟ وابتدى الملاك يقول له هذا هو مسكن الله مع الناس. يبقى احنا اما جينا دعينا عشان نخش في الإيمان بالمسيح، احنا مش جايين نتفرج على اصوات ابواق ورعود ونار ودخان وسحاب والدنيا ضبابية، ما كناش الدنيا رؤية واضحة. ولكن اما جينا للمسيح سمعنا بيقول لنا التعليم الوديعة بتاعته عشان في الاخر نكون مش مدعوين ان احنا ندخل كنعان الارضية ونرس ارضا تفيض عسل ولبن، لكن احنا عايزين نروح اورشليم السماوية التي صنعها وبارئها الله، الى مدينة الله الايه بقى؟ الحي. لان المسيح بعد ما اسلم ذاته على الصليب ومات قام من الاموات وهو حي الى ابد الابدين، وعشان كده يبقى الى مدينة الله الايه؟ الحي. كان ينفع ان حد يروح اورشليم السماوية من غير دم المسيح؟ لا. وعشان كده بيقول انتم اتيتم الى جبل صهيون والى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربواتهم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين. جزء ده يعني إيه؟ مين اللي ساكن السماء؟ الملائكة. وأصبح المسيح لما نزل على الأرض أصلح السمائين مع الإيه؟ ويقول لك كده في القداس الإغريقوري نقول وثبت قيام صفوف غير المرئيين في البشر، يعني يقول لك اصل كل واحد بعد ما يتعمد يبقى معاه ملاك حارس، وفي كل قداس نقول له يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد على الأو، وبعدين نقول له يا ملاك هذه الليلة الصاعد على الأو. الله، ايه كل الملائكة اللي في وسطنا دول؟ احنا مش شايفينهم لكن احنا مؤمنين بوجودهم، لانهم يقول لك كده أرواح خادمة مرسلة لأجل العتدين أن يرثوا الخلاص. اللي هم مين؟ اللي هم أنت. كلنا حوالينا ملائكة وقدسين، بس هل إحنا دايما كده نيجي في آخر الصلاة نقول ارسل لنا ملائكة وقدسين اللي نكون بمعسكرهم إيه؟ محفوظين ومرشدين، هم اللي حوالينا بيحفظونا وبيرشدونا. طب هم اللي ايه بعض المشاكل اللي بتحصل دي بتبقى بسماح من ربنا ولكي ننال بسببها أجر في أورشليم الايه بقى؟ يعني مش هنال بسببها اجر ارضي؟ لا، تنال بسببها اجر سماوي. فالى ربوات ملائكه نشوف ان ظهرت امتى الملائكه؟ ابتدت كان الاول يظهر ملاك، وما كان حد يشوف ملاك يبقى خلاص يبقى نهايته جت. فعشان كده اما يظهر ملاك لواحد كان يقول له انت لينا ولا علينا؟ علينا يعني خلاص حكمت بان احنا خلاص ماشيين من الارض. لكن اما ابتدى اول ما جاء المسيح ظهرت ربوات من الملائكة ويقولوا ايه؟ المجد لله في الأعالي وعلى الأرض
في الناس المسر. وابتدت بقى نسمع بقى ايه، الملاك غبريال راح للعذراء، الملاك غبريال راح لزكريا، وبعدين نبص ايه موضوع الملائكه ابتدى ايه، وبعد ما المسيح يقول لهم من الان ترون السماوات مفتوحه والملائكه صاعدون ونازلون. الله، الموضوع بقى كده الدنيا بقت بسيطه، لانه اصلح ايه بقى السمائيين مع الارضيين. فهنشوف محفل الملائكه دول، الملائكه اللي مكانهم في السماء احنا دلوقتي هم بعاد عن عينينا مش شايفينهم، لكن هم الارواح السماويه المرسله دي احنا بعد كده هنكون بنتعلم منهم، لان هم ليهم تسابيحهم وليهم النبواتهم. يعني مثلا في الملاك المبشر زي مين؟ غبريال، ومعاه طغمه من المبشرين. طيب والملاك اللي هو اللي بيقدر يعمل حرب مع الشيطان الملاك ميخائيل، ويعمل ايه؟ ليه طغمه من الملائكه. يبقى كل الطغمات الملائكه اللي موجوده واحنا مش شايفينها، محفل الملائكه ده كله هنشوفه فين بقى؟ في السماء. ربوات هم محفل ملائكه، وكنيسه ابكار مكتوبين في السماوات. ذكر كل خليقه اللي هو مين؟ ادم. اول واحد بقى في الخليقه اللي هو مين؟ ادم. ولكن ادم بسببه دخل الموت للعالم، لكن جه بكر تاني وبنقول عنه كده بكوره الراكدين اللي هو مين بقى؟ ربنا يسوع المسيح، اللي هو اعدنا للحياه مره اخرى. ازاي؟ هو مات واخذ الموت بتاعنا واتدفن بيه، وبعد كده قام عشان يدلنا ايه؟ حياته. طب الحياة اللي هي اليومين اللي نقعدهم على الارض؟ لا، حياة ابدية. امتى ننال هذه الحياة الابدية؟ بعد ما نسيب الجسد ينزل للتراب، وبعدين يقوم في جسد ممجد، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، اللي خدناها في كرونسوس الاولى 15. وبعدين يقول لك ايه ده بقت كنيسة ابكار، لان هو دلوقتي كان زمان البكر اللي هو فاتح الرحم اول ولد، يبقى هو ده اللي ايه ممكن يجي من نسله المسيح. وبس لقينا ان مع ان ادم البكر ان الا انه ما عاش بالطريقة اللي ترضي ربنا، مع ان كان عيسو البكر الا انه باع البكورية. ونبص نلاقي ان مثلا رأوبين برضه يسيب البكوريه. تبص تلاقوا ان في ناس رغم ان هي كانت مدعوه انها تكون ابكار، الا انهم بسبب الخطيه حصل لهم ايه؟ بعدوا عن هذه البكوريه. لكن بقى المسيح يعمل ايه بقى؟ يرد لينا هذا مره اخرى بالتوبه، اما نقدم توبه ننال الغفران عنها ونصير ابكار، وتبقى كل الكنيسه كنيسه ايه؟ ابكار. يبقى مش البكر اللي هو هيرس المواعيد اللي هو هيجي من نسل المسيح اللي هو البكر الاول بس، لا، اصبح ان كل انسان له ايمان بالمسيح البكر من الاموات بكورة الراقدين يكون هو ايضا بكر في كنيسة الايه بقى. ونيجي نسبح ونقول مثلا او نمدح احد ما زي الانبا بشوي، نقول في كنيسة الابكار مكتوبين في السماوات. ايه موضوع مكتوبين في السماوات ده؟ نلاقي من زمان من ساعة موسى النبي وهو بيكلم ربنا، اما ابتدى يقول له الشعب ده متمرد وشعب وحش، انا همحيه وهخليك على امة احسن منه. قال له لا، لو هتفنيهم افنيني معاهم، وإلا امحوا اسمي من كتابك الذي كتبت. اتاني ان في كتاب سجل هو سجل الايه؟ الاحياء. ونلاقي المسيح في سفر الرؤيا يقول لك اللي هيغلب لن امحو اسمه من سفر الايه؟ الاحياء. مره الرسل رجعوا له وبيقول لهم كده رايت الشيطان ساقطا، في هتلاقوه في لقاء 10، ساقطا مثل البرق من السماء. فيقول لك رجع الرسل بفرحين يقول له يا رب حتى الشياطين تخضع لنا ايه؟ باسمك. قال لهم لا تفرحوا بهذا. طب امال نفرح بايه؟ هو في حاجه تفرح اكتر من كده؟ ان واحد الشيطان متعبه وانا اقول له يخرج منه اعمل كذا يعمل، الله دي مش حاجه تفرح؟ تفرح، بس تفرح الايه؟ اللي غلبان، اللي على قده، اللي عقله على قده، لان دي موهبه. بعد شو؟ طب في السماء في اخراج شياطين؟ خلاص هيبقوا بره للابد. طب يقول لك افرحوا بقى بايه؟ بان اسماءكم مكتوبه في السماء. يبقى اللي اسمه مكتوب في السماء ده، بس في واحد هيحافظ على اسم انه يفضل مكتوب في السماء، واحد هي بسبب جهله وتعنته وعناده
هيعمل ايه؟ يقول لك انا خلاص هيمتحوا اسمه من سفر الحياة. ليه؟ لانه اتمسك بالخطية وفضل الشر وفرح بالاسم ومحبش ان هو يكمل حياته في رضا ربنا، وعشان كده ربنا ما يقدرش يدخل واحد السماء غصبا عنه. احنا ساعات نقول له يا رب خدنا غصبا عننا، ولكن هو ما يقدرش ياخد حد غصبا عنه. تخيل انت لو حد بيحبك جدا بس كتفك وحطك في مكان حلو، هتقول له ايه؟ تقول له لا اديني حريتي ومش مهم المكان الحلو، صح؟ لكن ربنا بسبب محبته لينا عايز اللي يروح له يكون ايه؟ بسبب الحب، بسبب الفرح، بسبب السلام، ويكون جاي ربنا وهو فرحان ان اسمه مكتوب فين بقى؟ في سفر الحياة. وإلى الله ديان الجميع. كان زمان شعب إسرائيل يفتكر أن ربنا إلهيم ده يخصهم فقط، ولكن النهاردة أصبح الله ديان للإيه؟ للجميع. فأما يجي يكتب اسم حد في سفر الحياة، في واحد هيثبت نفسه، عشان كده يقول اجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. يعني أنت دلوقتي اسمك مكتوب اتسجلت في سفر الحياة ساعة ما نلت المعمودية. طيب واحد يفضل بالاعمال ينكرونه ويفضل يقدم، بدل ما يقدم ثمر يقول لك كده كل غصن لا يصنع ثمر يحصل ايه بقى؟ يقطع. طب ليه تقطع نفسك؟ ما تقدم ثمر. مش قادر احب اللي حواليا، قول له يا رب اديني. مش قادر ادي، متمسك باللي معايا قوي، قول له يا رب خليني اكتشف زيف الدنيا دي. مش قادر اسامح للي اسالي، قول له يا رب عرفني ان انا مش واخد حاجة وانا شوية تراب ورماد. بعد ما الواحد روحه بتخرج بدقايق يقول الحقوا ادفنوه بقى الاحسن ايه؟ ريحته تطلع. ياه ده انا كنت فاكر ان ليا كرامة كبيرة جدا وكنت متمسك بيها وعمال اشخط في ده وازعل من ده واتضايق من ده واحزن ده واقول له ازاي ده ما يسألش عليا وازاي ده ما يعزمنيش وازاي ده ما يفكرش فيا. وبص الاقي واحد يقول لك لا بس المهم بس يا رب ايه، انا عندي طلب واحد، لا تمحو اسمي من ايه؟ من سفر الحياة. انا مستني بس اسمع منك، مستني منك اسمع ايه؟ مغفورة لخطاياك. انا بس مش فارق معايا، لا اللي اسائل زعلان منه ولا اللي اخد مني عايز استرده، ولا هدور على كرامة في الارض بعد كده. انا كفاية كرامة واحدة بس اللي انا فرحان بيها، ان انت كتبت اسمي فين؟ في سفر الحياة. لأن الله ديان الجميع. والنهاردة لما يجي ربنا ديان الجميع احنا بنقول له وزا ان عطينا ان اقف امام ايه بقى؟ هو ديان عادل. مين فينا يستاهل ان يكون ليه المكان في السماء؟ لولا حنان ربنا علينا واشفاقه على طبيعتنا ما كانش ممكن ان حد يرفع عينه ويقول له رب انا عايز اكون معك في السماء. لولا احنا بنقول له رب من فضلك استر على ضعفنا وامحو خطيتنا وتغاضى عن اسامنا واقفل عينيك يا رب عن الشرور اللي احنا عملناها، اطرح من ذاكرتك كل اصناف الشرور اللي عملناها، لان يقول لك كده انا عارف فكر الانسان مائل الى الشر منذ صباه. يعني الواحد من صغره هو ماشي في ايه؟ في الشر. كم مرة الواحد فكر افكار وحشة، كم مرة الواحد عمل اعمال ما كانش تليق باولاد ربنا، كم مرة حزن عشان كرامته، وكم مرة كان قدامه فرصة ان يعمل خير وما عملش. ده بيقول لك كده الكتاب من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطير. كم مرة كانت قدامنا فرصة خير واحنا نقولنا لا خليها مش هنمد ايدينا المرة دي. ساعات كتيرة احنا ممكن كنا نحزن ربنا واحنا بنقول له رب من فضلك انسانا الاساءة. طب انت بيقول لك كمان انت المفروض تعمل ايه لاخواتك؟ انسانهم الاساء. عشان كده بيقول الى الله ديان الايه بقى؟ الجميع. والى ارواح ابرار مكملين. يعني احنا دلوقتي هم لسه ايه؟ ارواح، لكن بعد القيامه هياخدوا الاجساد النورانيه زي الجسد الممجد اللي اخده مين؟ المسيح. الجسد الممجد اللي هو لا يأكل ولا يشرب ولا يعطش ولا يحتاج للنوم ولا وزي ما شفنا بعد قيامة المسيح. إلى أرواح أبرار مكملين. لأنهم ليه مكملين؟ لأن مين اللي ليه كمال وحده؟
طب احنا كلنا بسبب الخطيه اصبحنا ايه؟ ناقصين. طب مين اللي يكملنا؟ يجي دم المسيح ويعمل علينا ايه؟ كفر كده، يغطي على ايه؟ على عيوبنا، فنبقى ايه؟ مكملين. ازاي؟ والى وسيط العهد الجديد يسوع والى دم رش يتكلم افضل من هابيل. ايه معنى الحته دي؟ احنا من بدايه ادم لحد ميلاد المسيح ده اسم العهد الايه؟ طيب وبعدين مجيء المسيح اصبح هو الوسيط عشان هيبتدي ايه؟ عهد جديد. العهد ده بقى ده بعمل ايه؟ انتوا فاكرين العهود الاول ولا نسيتوها؟ كان في كام عهد؟ اول عهد اخده مين؟ ادم، قال له نسل المراه. طيب وتاني عهد؟ ها ابراهيم اخده، قال ايه؟ نسلك هيكون زي رمل الارض والبحر. وبعدين نوح اخد العهد، قال له ايه؟ ها طب احنا قلنا ان كل العهد كان معاه ايه؟ ذبيحه ودم، صح؟ طيب مع ادم كانت ايه الذبيحه؟ صنع اقمصه من جلد والبسهما. طيب وبالنسبه لابراهيم، ها قال له خذ ابنك وحيدك اللي هتذبحه، وبعدين اخذ بداله الذبيحه، وكمان اداله علامه في جسده الختان عشان يبقى علامه الدم تفضل ان هي ده يبقى مخصص لمين؟ لربنا. طب ايه كمان؟ عهد مع نوح، قال له ايه؟ وبعد ما خرج من السفينة أول حاجة عمل مذبح للرب وأخذ من الحيوانات الطاهرة وقدم إيه؟ قدم ذبيحة. طب مين تاني؟ موسى. ها عمل إيه موسى؟ عمل ذبيحة بتاعت الفصح ورش الدم على الأعداء، فإيه؟ خرج وما ضربش الأبكار. وكمان حصل إيه؟ أما عمل سلمهم الشريعة يقولنا كده، عمل ذبيحة ورش الدم على كتاب العهد وعلى الكهنة وعلى الآنية وقدس كل حاجة، بقت كلها مخصصة لإيه؟ ربنا. وقال لهم ده دم العهد الإيه؟ وبعدين ده يبقى ده دم العهد بتاع ده عهد الإيه؟ القديم. وكان لما حد يعمل خطية يذبح خروف أو يذبح ده وياخده من الدم ده يرشه عشان يطهر مكان الخطية، بس يطهر ايه؟ الجسد ولا الروح؟ الضمائر ما كانش يقدر يطهر. طب وبعدين؟ بعدين مين؟ مين؟ دم المسيح. دم المسيح ايه بقى؟ ها ده اللي قدمه بنفسه على الصليب، دم طاهر، وقال له كده، قال دمي الذي للعهد الايه؟ وإلى وسيط عهد جديد. طيب وإلى دم رشة يتكلم أفضل من هابيل. إحنا كان زمان أما يجي يعملوا عشان حد يتطهر ياخدوا من دم العجلة ويرشوا على الإيه؟ على الإنسان عشان يتطهر من النجاسة اللي كان فيه. طيب النهاردة يقول لك لا، أنت بتاخد من دم المسيح ونقول يعطى ها لغفران الخطايا. طب ايه بقى يتكلم افضل من هابيل؟ اما اتذبح هابيل وجي اخوه قام عليه وقتله، وربنا قال له اين اخوك؟ قال له ايه؟ صوت دم اخوك صارخ اليه. بيصرخ من فين؟ من الارض. طب اما بيصرخ دم هابيل او اللي هم تحت المذبح، الشهداء اللي تحت المذبح، يقول له الى متى لا تنتقم من لدمائنا من ايه؟ الساكنين على الارض. طيب يبقى دم هابيل كان بيتكلم يقول له ايه؟ فين العدل بتاعك من الناس اللي اذونا وتعبونا؟ لكن دم المسيح يتكلم يقول ايه؟ يقول له يا رب من فضلك اغفر ليهم لاني اخذوا من دمي عشان يتطهروا من خطاياي. وعشان كده بنفرح كده واحنا بنصرخ ونقول يعطى لغفران الخطايا. طيب والموت اللي كان عليك؟ يقول لك لا خلاص اصبح حياه ابديه. يبقى بيتكلم افضل من هابيل ولا لا؟ لكن لما دم هابيل يقول ايه؟ قايين اللي قتلني ده ليه هلاك ابدي. ليه؟ لان عمل خطيه. فالدم بتاعه بيصرخ يقول له هات لي القصاص من مين؟ من اخوي. وعشان كده في الكتاب المقدس يقول لك الذين يأخذون بالسيف يأخذون. انظروا
أن لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. مين اللي من السماء كان يجي يقول لنا؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو خبر، هو اللي جه يقول لنا وابتدى يقول لنا وصية العهد الايه الجديد. طيب هم في العهد القديم أما شافوا الجبل بيدخن كده قالوا له لا يا موسى انت اسمع الكلام وقول لنا، احنا مستعفين اعفينا من ان احنا ايه نتواجه معاه، احنا مش قادرين نسمع الصوت الابواق والرعود والنار والضباب اللي موجود ده مش قادرين عليه، فانت من فضلك اعفينا من المتكلم. طيب احنا النهاردة بيقول لنا ايه بقى؟ انظروا ان لا تستعفوا من المتكلم. عارفين ما يحصل ايه؟ واحد يجي يسمع عزة كده ويحس ان هي ايه ابتدت توجع ضميره شوية، بدل ما يقوم ويتحرك يقول لك ايه يا عم شوف لنا حاجة تانية، اقلبي على القناة مش عارف ايه، شوف لنا الاخبار. ليه؟ ابتدى الكلام يعمل ايه؟ او حضر في قداس مش عارف، وبعدين ابتدى يلاقي الكلام ابتدى يوجع ضميره شوية، تبص تلاقيه راح يطلع الموبايل قاعد يتكلم مع اللي جنبه، حط ايده على الدكة ونم لحد ما يسحوه في اخر القداس. عشان ايه؟ عشان ما يسمعش. في واحد يسمع ويقول لا الكلام ده عشان النهاردة عشان الحق، انا ممكن بعد ما اروح بساعات ممكن اقابل. في واحد من الاحباء وخدم كبير جدا كان ماسك اجتماع زي اجتماع درس الكتاب ده، وبعد ما خلص الاجتماع بعد ما خلص العزة مباشرة ودخل وقع في نفس الكنيسة وكانت الخرجة بتاعته تانية. الله، يبقى انا ممكن الكلام اللي انا بسمعه ده يكون ربنا بيديني فرصة عشان اكون زي حتى اللص اللي تاب على عود الصليب. اذا عملت ايه بقى؟ عملت بالكلام. يعني ايه؟ يعني ليك فترة ما بتصليش وقف صلي، ليك فترة ما بتدفعش عشورك الحق ادفع، ليك فترة متخاصم الحق صالح، ما انتش ضامن. خلي بالك ده وصية عهد جديد، دي وصية النهاردة بتتقالك عشان لو في ايدك حاجة مش حلوة ارميها. يقول لك لما نطرح كل ثقل وخطية محيطة بنا بسهولة ازاي؟ ما اصل انا شايف ان احنا لينا مكان في السماء، ده انا اسمي مكتوب في السماء، هضيعه عشان خطية بعملها ولا عشان مكالمة في تليفون مش حلوة ولا عشان نظرة مش مقدسة؟ لا 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 لا، مفيش حاجة ايه تستاهل. مين اللي يقدر يقول مفيش حاجة تستاهل؟ اللي بيسمع ولا اللي بيستعفى؟ لكن اللي عايز يستعفى تبص تلاقي يقول له ايه هو ده ابونا ده مثالي قوي، عمال يتكلم يقول لك سامح، ده احنا لو احنا سامحنا الناس هياكلونا، ده احنا لو ده احنا كده عارفين المثل اللي يقول لك ده اصل اما سكتتنا له مش عارف دخل بايه. الله، طب وانت مالك ومال حمار؟ ما تقعدش تعمل تضيق نفسك مع الناس. بص للي في الاخر هيكافئك اللي كاتب اسمك فين؟ في السماوات. اما تيجي تبص لكده مش هتستعفي من المتكلم، لان هو بيحذرك عشان ايه؟ عشان حياتك. واحد يروح لدكتور يقول له معلش اصل انا عندي السكر وعندي ضغط، يقول له طب ما تعملش كذا وما تاكلش كذا وتاخد الادويه دي، يقول له طيب حاضر، ويخرج يقول له لا 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 كبر دماغك منه. طب ما انت النفس اللي عندك هيفضل عندك، كل تعبك هيفضل تعبك. واحد يروح لابونا يقول له اصل انا ما بصليش وما بتناولش وما بحضرش قداسات وما بحضرش اجتماعات، يقول له طيب ابتدي صلي الصبح وبالليل واقرا في الكتاب المقدس كل يوم وتناول كل اسبوع، يقول له اصل القداس بدري قوي، وبعدين هو لازم الواحد يصلي بالاجبيه. طب وبعدين افرض اما حد ضايقني، يعني المفروض ان انا يعني كده اخد وارد له يعني اسامحه كده على طول، ولا المفروض ان انا اعلمه ان ما يغلطش فيا تاني؟ وتبص تلاقي عمال ايه كل حاجه، عمال ايه كل وصيه تجيله هو عمال يستعفي منها. طب ما اللي استعفوا ما دخلوش، اللي استعفوا اتطردوا بره. يقول لك كده الذي صوته ده على مين؟ على ربنا. زعزع الارض حينئذ، اما كان اتكلم كانت اصوات بروق ورعود زعزعت الايه الارض. واما الان
فقد وعد قائلا اني مرضى ايضا ازلزل لا الارض فقط بل السماء ايضا. الله ده يظهر المره الجايه هتبقى صعبه جدا. ليه؟ لانك بيقول لك السماء والارض تزولان، يقول لك السماء تتزعزع والارض، الله، طب والنجوم هتتساقط والقمر لا يعطي ضوءه، الله، كل الكلام ده هيحصل؟ ده احنا فاكرين ان الارض دي دايمنا. لا يا حبيبي مش دايما، احنا كلنا مستنيين اورشليم السمائيه. طيب والارضيه دي هتتشال، فما تقعدش تجري بقى وتشغل نفسك وتتعب نفسك وتزعل نفسك على حاجات ملهاش لازمه. كله ايه ده؟ ماشي. طب طالما هو ماشي وانا عارف ان هو ماشي، يعني لما واحد يكون قاعد مثلا 5 دقايق يقعد يقول لك الدكه دي مش مريحه والنور ده مش حلو، انت قاعد كلها 5 دقايق، ده انت ال5 دقايق اللي قاعدهم دول خلاص. تبص تلاقي ايه؟ شاغل نفسه بايه؟ حاجات مش ليه. تخيلوا مثلا لو واحد حاجز، عشان كلكم بتسافروا اليومين دول، واحد حاجز في الغردقه اليومين دول، وبعدين اول ما دخل لقى الاوضه يقول لك لا انا عايز اغير لون الاوضه، وعايز اجيب حد يغير لي الستاير، والمرتبه دي اشوف. يا عم انت كلهم 3 ايام اللي عايده، 3 ايام قاعد شاغل نفسك بكل اللي حواليك، وبعدين في الاخر يقول له معلش ميعاد خروجك دلوقتي ادفع. ده انا ما لحقتش اتبسط. ما انت كان، انت كنت مدعو ان انت تتبسط، انت كنت هنا عشان احنا اللي نكون في خدمتك، لكن انت ضيعت ايه؟ ضيعت وقتك. صوته زعزع السماوات زعزع الارض حينئذ. انت ساعة ما اتكلم في الاول اتزعزعت الارض، طب وبعدين في المرة الجاية لا مش بس الارض، ده هتتزلزل كمان ايه؟ السماء كمان. خلوا بالكم امتى اتزعزعت الارض؟ ساعة قيامة المسيح حصل ايه؟ وساعة صلب المسيح يقول لك حصلت زلزلة عظيمة وخرج كثيرون من ايه؟ الاموات من قبورهم. وساعة المجيء الثاني للمسيح هتتزلزل مش بس الارض، كمان هيتزلزل ايه؟ السماوات. ربنا يحفظنا. كمان اتزلزلت السماوات بالطريق الملوك الجديد اللي كرسه لنا المسيح، اما دخل السماوات بجسده المخضب بالدم ليتراءى امام الاب مره فوجد فداء ابديا، لانه قدم ذاته مره واحده بروح ازلي. ايه الروح الازلي؟ ها؟ مش احنا بنقول كده المسيح اما جيت ولد قال الروح القدس يحل عليك، ها؟ وقوه العلي المولود منك. طيب اما يبقى هو بروح ايه؟ ازلي، منذ الازل. يقول كده لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. يبقى انت طالما ربنا دعاك ان انت تكون في ملكوت السماوات واسمك بقى مكتوب، ابتدي اشكر بقى. تقول بس العيشة صعبة يا عم اشكر، تقول بس الناس بتضايقنا يا عم اشكر، تقول بس اصل صحتي على قدها يا عم اشكر. انت مدعو مش ان انت تقعد يومين على الارض تتمتع فيهم، ده انت مدعو الى حياة ابدية، الى ملكوتا لا يتزعزع. طيب انت اخدت كل اللي نفسك فيه على الارض، في الاخر هتسيبه، يبقى يتزعزع ولا لا؟ يتزعزع. طب انت مدعو الى ايه؟ ملكوتا لا يتزعزع. يبقى هنا خلوا بالكم اللي ضيع فرحة شعب اسرائيل زمان، اما ربنا دعاهم وخرجهم من ارض مصر بيد عزيزة وزراع عالية وقوة جامدة جدا، ان هم حصل لهم ايه؟ تمردوا. واللي يخليك تبقى فرحان في حياتك وتغني في حياتي زي كده واغني في حياتي عالما اني ايه؟ غريب، واثقا انك ربي سوف تأتي عن قريب ملكوتا لا يتزعزع. طب اما تيجي بقى يا رب هيحصل ايه بقى؟ هيكون معاك في السماء، هتفرح في الابدية، هتعيش في وسط محفل الملائكة، هترنم معاهم الى ابد الابدين. طب انت ايه اللي شغلك النهاردة؟ شغلني الولاد، وشغلني الصحة، وشغلني الفلوس، وشغلني البيت هسيبه لمين وهعمل لهم ايه؟ طب وشغلني الاكل بتاع العيال، لا 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 لا،
أتاري إن الخطة دي كلها بيعملها مين بقى؟ الشيطان، عشان يشيل من دماغك الملكوت الذي لا يتزعزع، ويخليك تفضل قاعد في الحاجات اللي بعد شوية هتسيبها، هتسيبها مع إنك واثق إن أنت هتسيبها، إلا إنك حبيبها، وأفضل عمال إيه؟ شاغل نفسي بيها. نحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر. مشكلة شعب الله المختار ان هو تذمر على الله، وعشان كده بيقول بسبب تذمرهم سقط كثيرون في الكفر. انتوا عارفين الحتة اللي سقطوا فيها اللي هي كفرتها التقوى، اسمها كبور الشهوة، بسبب الشهوة اللي اشتهوها في البرية، وقالوا له احنا عمالين ناكل من بس من السماء. بصوا حتى يعني لو ربنا بيبعت لك من اكل من السماء كل يوم، برضو ايه اللي عايز يتذمر هيتذمر. عملوا ايه؟ قالوا له فين ايام اللحم والقرات، ونسيوا ملكوت السماوات. اما ده بصوا على اللحم ده، يقول لك ادالهم لحم قعدوا ياكلوا لمده شهر لحم، لحد يقول لك ما خرجت من انوفهم وهي لسه بتخرج، بتبقى في اسنانهم كده، يقول لك ايه؟ جت الحياه واهلكت منهم عدد كبير. ليه بقى؟ لانهم اشتهوا شهوه في البريه وتمردوا على الله. عشان كده بنقول ليكن عندنا ايه بقى؟ عكس التمرد شكر. طب الشكر يخليك ايه بقى؟ يا رب، انت عارفين لما واحد كده يبقى عمل لك حاجة عظيمة وانت حاسس بيها، تقول له طب اي خدمة؟ فهنا احنا بنعمل كده، اللي بيقدم لربنا اي خدمة يقول له يا رب ده ايه؟ منك الكل ومن يدك اعطيناك، ده اي خدمة، اي حاجة تطلبها بس مني يا رب. يقول لك طب وقف صلي، يقول له من عيني يا رب. طيب سامح اخوك، حاضر يا رب. انا بقول له كده ليه؟ لاني حاسس بنعمته وفضله. ايه وما حاسس بنعمته وفضله؟ نمره واحد، اول حاجه بتعلمها لنا الكنيسه بعد ما نقول الصلاه اللي قال لنا ربنا يسوع المسيح، ان نقول له ايه؟ فلنشكر صانع الايه. خدمه، مش اي خدمه بقى، لا دي خدمه العين كمان يرضي الناس، ولكن خدمه مرضيه، بس ترضي مين في الاخر؟ يقول له كنت اصلا انا كنت مريضا فزرتموني، كنت جوعانا فاطعمت، كنت عطشانا فسقيتموني. طب يا رب المفروض نعمل الكلام ده قدام الناس ولا نعمله؟ لا، يقول لك ايه؟ كل ما صنعتم باحد هؤلاء الاصاغر فبي قد صنعتم. طب وبعدين يقول لك ايه بقى؟ ابوك الذي يرى في الخفاء هيجازيك امتى بقى؟ علانيه. طب وانا حتى لو تشاف اللي انا بعمله ده، انا بخشوع وتقوى، وانا استاهل يا رب ان انا اخدمك، وانا استاهل يا رب ان انت تدعوني وسط الخدام، وانا استاهل يا رب ان انا اقف في كنيستك ولا اقعد في المكان المقدس اللي انت هيئته ده. احنا عارفين الكنيسه نقول عليها ايه؟ ايه انتني انجلس، يعني كنيسه الايه؟ الملائكه، بيت الملائكه. انا استاهل ان انا اكون قاعد في وسط الملائكه؟ ده انا مين يا رب؟ عشان كده مين اللي نزل لبيته مباراه؟ يقول لك العشار وهو داخل من الباب كده وقف عند في الاخر عند العمود الاخراني كده، وهو لا يشاء ان يرفع عينه ناحيه السماء بخشوع وايه؟ وتقوى. وبعدين يقول له ايه؟ يا رب ارحمني يا رب انا ايه؟ الخال. ويقول لك نزل الى بيته. طوبى للانسان اللي اكتشف في الحته دي. وبعدين اللي حاسس ان هو اصبح من النهارده، انا من النهارده انا في خدمتهم. يعني ايه في خدمتهم؟ يعني انا مش هروح في البيت اتسيد عليهم وتريس عليهم، انما هقول يا رب انت اديتني وكاله صغيره كده، انا هكون يا رب من النهارده في ايه؟ في خدمتهم، لا بخدمه العين كمن يرضي الناس، ولكن بخدمه من القلب، عشان هرضي مين في الاخر؟ ربنا. ربنا طوبى للانسان اللي حط النقطه دي في عينه، عشان في الاخر يقول لك ايه؟ لان الهنا نار اكله. هنخلينا المره الجايه عشان طولت عليكم. كل سنه وانتم طيبين، نشوفكم بكره في القداس، وتفرحوا وتفطروا يوم الخميس وتصوموا الجمعه. بعكنا عليكم انا في الاخر، معلش.